دور صندوق محمد السادس للاستثمار في دعم المجهود الاستثماري للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضل سيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة المحترمة، نسائلكم على دور صندوق محمد السادس للاستثمار في مواصلة دعم المجهود الاستثماري في بلادنا. شكرا السيدة النائبة المحترمة. أظن أن صندوق محمد السادس للاستثمار هو مكسب مهم للمغرب في تنمية اقتصاده، وخصوصا فيما يخص القطاع الخاص بالشركات المتوسطة والصغرى وكذلك جميع القطاعات. يمكن بعد نعطيكم بعض المعطيات عن تقدم هذا الصندوق بعد أن تم أول مجلس إداري في السنة الماضية في شهر دجنبر. فكان طرح عروض لبعض الصناديق الموضوعاتية. نقول لكم في الأسابيع المقبلة غادي يتم إعلان على صناديق خاصة قطاع الفلاحة، قطاع السياحة، كذلك قطاع الصناعة، وفي مرحلة موالية غيكون قطاعات فيما يخص الاستثمارات في البنية التحتية. نذكر بأن الدولة مولات 15 مليار درهم في هذا الصندوق، والهدف أن نجلب مستثمرين آخرين مؤسساتين داخل المملكة وكذلك مؤسساتين من الخارج اللي غادي يمولوا 30 مليار إضافية. اليوم كاين تقدم كبير، يمكن ما شافوش المقاولات، ولكن كان لابد أن نهيئوا الإطار باش يكون أحسن مواكبة للشركات الصغرى والمتوسطة في المستقبل في هذه الدينامية ديال الاستثمار اللي بغيناه لبلادنا. شكرا لكم. تعقيب سيدة النائبة المحترمة، تفضلوا. شكرا سيدة الوزيرة على التفاعل ديالكم وعلى هذه المعطيات الهامة. وإننا إذ نتمن عاليا البعد الاستراتيجي والدور المحوري لهذا الصندوق في جذب الاستثمارات والتمويلات الضرورية، نود التأكيد أيضا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الوطني والأجنبي، في تمويل القطاعات المهيكلة والأوراق الضخمة التي يقودها جلالة الملك نصره الله. ومن هذا المنطلق فإن أحد أدوار صندوق محمد السادس للاستثمار هو تطوير شراكات التمويل الوطني والأجنبي بما يرفع حجم الاستثمارات من جهة، ويخفف العبء المالي عن الميزانية العامة للدولة لتتمكن من تطوير وتوسيع دورها الاجتماعي في قطاعات الصحة والتعليم ومختلف الخدمات الاجتماعية. والرهان على المدى المتوسط هو مضاعفة حصة الاستثمارات الخاصة في مجموع الاستثمارات وزيادة حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفق خطة النموذج التنموي الجديد. وفي الختام نتطلع أن يتمكن صندوق محمد السادس للاستثمار من تعبئة موارد مالية كفيلة ببلوغ هذه الأهداف وتطوير شراكات استراتيجية متعددة الأطراف، ومن بينها تعزيز الشراكات الاستثمارية الأطلسية، ومنها مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أحد رهانات إفريقيا الأطلسية وإشعاعها العالمي. السلام عليكم.